لأنه ببساطة الاتحادية لم تعقد اجتماع المكتب الفيدرالي الخاص بالبطولة النسوية في ظاهرة غريبة هو حال نادي بجراح لكرة اليد. والتصريحات مع زميلتنا خولة منصورية. البطولة الوطنيين نورمالمون تبدا 17 اكتوبر، بصح حنا باش جراح ما بلاش اسك نلعبوا بريمير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون، لان في الفيدراسيون كاين جمعية عامة يواسوها من بعد الجمعية العامة تبان وين نلعبوا اسك بريمير دوزيام ديفيزيون، لا فيدراسيون ما بانش الجمعية العامة ما واسوهاش، ما بانش وقتاش يواسوها باش نفهموا وين راح نلعبوا. حنا ما يهمناش، حنا يقولوا لنا بك باللي راكو اسكو راكو في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني، حنا نخدموا هذا ما كان. يديروا لورغانيزاسيون باش نعرفوا بك ورانا ونسطروا البرنامج.